أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 15 من برنامج مدرس على الهوى. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة الحلقة الثانية على التوالي مستر نبيل بكير، واللي هيكمل لنا جرامر يونت 5 ديستريبيوتيفز. صباح الخير يا مستر. صباح الفل يا مستر أحمد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مستر احمد. صباح الخير مستر نبيل، نورتنا للمره الثانيه، وهنكمل بقيه الدرس ان شاء الله باذن الله الدسم قوي ده، وكل الطلبه منتظرين حضرتك باسئلتك ان شاء الله. ربنا يوفقنا. اتفضل. ربنا يوفقك. احنا هنكمل الدرس بتاع الديستريبيوتيفز، وافكرك شرحنا ايه المره فاتت. هنكمل ديستريبيوتيفز. كنا شرحنا الحصة اللي فاتت، كانت all every each، وما كملناهمش، ما كملناش every و each، في both، في neither، في either، في half. هفكركم بس الحصة اللي فاتت كنا خدنا all وخدنا every و each، بس مفيش وقت هنعمل revision عليها عشان نحاول ننهي الموضوع ده، موضوع اصلا طويل. فهكمل استعمالات every و each. من ضمن الاستعمالات المهمه لاستعمال every و each، احنا ممكن نستعمل every to say how often something happened. نبسطها شويه. بستعمل every وليس each to say how often something happen، عشان اقول كم مرة الحدث بيحصل. يعني بالعربي لو بتكلم عن repeated actions، احداث متكررة، at fixed times في اوقات ثابتة، بستعمل every وليس each. How can I continue? There is a train every each all 20 minutes. انا بقول يا مستر احمد there is a train every ولا each ولا all 20 minutes. في قطر كل 20 دقيقة. إذا ده repeated action. مظبوط. At fixed times. We can never use each but we can use every. طبعا قول مستبعدة الإجابة، احنا هفكر في every و each، مش تنفع each خالص في الجملة. تمام. عشان ده repeated action. و at fixed times اعتبرها عادة او هابت يعني. تمام ماشي. I can say also انا I have to attend a meeting. انا بضطر احضر meeting every each 2 months. And I have to attend that. I am forced to attend. أنا مضطر أحضر اجتماع every two months ولا each two months. Every two months. إذا repeated action. عشان هتتكرر. At fixed time. We can never use each. تمام. Okay. Every can be used. Can never be used as a subject. But each can be used. I mean يعني every can never be used as a subject. ما اقدرش استعمل every كفاعل. كفاعل للجملة. لكن ممكن استعمل ممكن each. تمام. How I can tell you. Okay. Mr. Ahmed. Gives. His two children £200 a day each every
300 باوندز. مستر احمد جيف ذا تو تشيلدرن 200 باوندز. مستر احمد بيدي ولاده الاثنين عشان راجل غني 200 جنيه في اليوم. ايتش ولا افري جيتس 100 باوندز. مش كل يوم؟ كل يوم بيديهم 200 جنيه كل واحد بيجي. ايوه يعني كل يوم. يعني عاده هابتس يعني متكرره. تمام. لا دي غير اللي هي الحاجات بتحصل في ريبيتد اكشن. دي أنا عشان السبجكت والانسر سبجكت كمان. يعني انا هل يمكن اقول هنا افري جيتس؟ لا حتى مش لاقي اكل. ايتش جيتس ايتش وان اوف ذا تو تشيلدرن ايتش اوف ذيم كل واحد من بص اوف ذيم مياه. تمام. لا يمكن استعمل هنا افري كسبجكت. يبقى لازم اركز في المعنى قوي قوي. فانا استعملت هنا ايتش عاد على تو تشيلدرن ايتش وان اوف ذيم جيتس 100 باوندز. اوكي every can be used after adverbs not each. لو عندي adverb في الجملة ظرف يعني لازم استعمل every ولا each. adverbs like nearly almost practically without exception دي تعتبر adverbs في اللغة الإنجليزية. نرى تقريبا almost تقريبا practically عمليا without exception بدون استثناء. We can never use each but every can be used. تمام. How about I can tell you for example مثلا. طيب هنتظر. اهي مستر اندر ذا بورد. يعني كده لازم اخد بالي من المعنى بتاع كل جمله كويس قوي عشان اعرف امتى احط افري امتى احط. عايز كونسنتريشن. نيرلي every each student attended the exam yesterday. انا بص الجمله فيها nearly ده يعتبر ظرف ده يعتبر adverb. We can never use each. نستخدم every على طول. تقريبا every student attended the exam yesterday. هو ممكن يجيبها لي سهله كده. ما هو في رولز في وفي. تمام. حتى هكتب لكم المثال بتاع 2019 مثال عادي جدا جدا. تمام. انا I can also say nearly all students attended the exam yesterday. احنا خدنا الحصه فاتت كلمه all. هنا ما اقدرش استعمل all عشان every student. مفرد. اللي هي means all students. يعني انا لو استعملت هنا nearly او ممكن استعمل nearly عادي معاها all. بس اقول all students اجيبها في الجامعه احط اس الجامعه اس عشان الجامعه. ماشي. تمام. يعني ممكن نفس الجمله كده نفس الجمله nearly بس هتبقى all students students attended. attend بس students لكن هنا nearly every student. يقصد كل طالب على حده. كل طالب على حده. تمام. في استعمال تاني مهم جدا 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 ل every. every تجيب معنا the greatest possible or that can be imagined. ممكن تبقى فيها بعض الصعوبة على الطلبة هنبسطها برضو. لو طالب بص معناها بالانجلش احسن من العربي. every معناها the greatest possible or that can be imagined يعني كل ما يمكن تخيله. تخيله. اذا كانت فيها صعوبة على الطالب فعلا احنا ممكن نقول ان الابستراكت الانكاونتبل ابستراكت ناونز الـ uncountable abstract nouns الأسماء التي الأسماء اللي هي المعنوية التي لا تعد بستعملها مع إفري. جميل بس خلاص دي تبقى صعبة على الطالب the greatest possible
or that can be imagined. بس هنعمل الاثنين عمر يعني. زي ايه uncountable now abstract now؟ زي مثلا support، دعم، success، نجاح، encouragement، تشجيع، تشجيع، confidence، ثقة، ثقة الى اخره بقى. دي تعتبر uncountable abstract now، اسماء معنوية لا تعد، مستحيل استمع ما اتش. How I can tell you. My wife. Has given. Me. Every. Each. Encouragement. Since. We got. Married. لو نبص للجملة كده، my wife has given me every encouragement or each encouragement since we got married. تشجعني على طول من ساعة ما اتجوزت. زوجتي دايما بتديني كل ما تتخيله. تشجيع من يوم ما اتجوزت. كلمة encouragement هنا. Encouragement تعتبر uncountable abstract noun، اسم معنوي لا يعد. يبقى ناخد every. Every. Every encouragement يعني all encouragement. I can also say my wife has given me all encouragement. كل الدعم والتشجيع. يعني لو انا عندي يعني انا all في الاختيار. يعني كلمه every يا مستر احمد اهو. كلمه every encouragement يعني that can be imagined يعني all encouragement. يعني الاجابه تبقى every encouragement. ونفس الجمله هي my wife has given me all encouragement. انت لو بصي معنى كلمه every encouragement يعني all encouragement that can be imagined يعني the greatest possible. تمام. مثال تاني على نفس الموضوع ده، شوف موضوع شائك شويه بس اكثر سهوله من المره اللي فاتت صراحه. تمام. هو بدايته كان صعب. I'd like to wish Mrs. Fatten each every success in her new job. I'd like to wish عايز اريد ان اتمنى لمسز فاتن each success، بتمنى لها كل النجاح في وظيفتها الجديده. يعني كان بي ايماجين كل نجاح ممكن تتخيله. All success. اوكي. يبقى انا افري. طيب سؤال رخم من طالب على قده كده زي هو بيديني اربع اختيارات. تمام. طب لو حط لي ممكن يحط لي قول في المستحيل. بصوا زي ما اركوريك. تمام. يبقى مستحيل يحطها معاك. عشان كده انا بحصر الاختيار على اتش وقول. تمام. وممكن استعمل قول. ماشي. تمام. من ضمن الاستعمالات المهمه لافري كنا قلنا الحصه اللي فاتت اتش اوف، لكن every of لا. ممكن افكركم حته بس كده لو فاكرين. each of them has have. ده حاجات كنا الحصه اللي فاتت. each of them has will have lots of problems at work. قلنا ساعتها الحصه اللي فاتت لو فاكرين اتش اوف ممكن اجيب بعديها زم، اجيب بعديها اوبجكت بروناون ضمير مفعول زم اس يو، او اجيب بعديها اسم جمع. لكن الفيرب مفرد. لا مفرد. لو حد فاكر الفيرب مفرد. تمام. يعني بقول هنا اتش اوف زم هاز ولا هاف لوتس اوف بروبلمز ات ورك. كل واحد منهم مفرد. عنده مشاكل في الشغل. كل واحد على حده. يبقى اقصد شخص واحد. اوبجكت بروناون جمع اهو زم بس الفعل يبقى مفرد. يبقى هو هاز. لكن افكركم بس بتاع الحلقه اللي فاتت، لكن وين وي ساي they each have lots. نفس الكلام كلهم عندهم مشاكل يعني كده انا جمعتهم مع بعض. تمام. كلهم اذا الكلام ده قلنا الحصه اللي فاتت. مظبوط. يعني انا each of اكيد بعدها اسم جمع لكن الفيرب بتاعته مفرد.
لكن لو جبت ضمير جمع قبل كلمه ايتش يبقى الفيرب جمع. مظبوط. يعني انا زي ايتش يعني اقوله في زم. تمام. هاف ولا هاز؟ هاف. 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 زي انا وين اي سي ايتش اول بوث اوف ذم speaks some English. But my mother is the best. All بتاخد of them, both بتاخد of them, each بتاخد of them. بس الفايتس الان فعل. فعل اللي هو speaks في اس يبقى هنا بشير لمفرد. Each of them speaks, all of them speaks, both of them speaks. اه هنقول each of them speaks. تمام. دي كده مظبوطه. عشان الفعل هنا مفرد. All of them speak بس. Speak. شيل الاس. Both of them speak. برضه شيل الاس. يبقى الفايتس هنا letter اس حرف الاس. مظبوط. جمع ولا مفرد؟ قوي. ان اتش اوف بعدها ضمير جمع لكن الفيرب بتاعها مفرد. مفرد مظبوط. لكن انا ممكن اقول all of them speak. Both of them speak. Speak. تمام. But I can never say both of them speaks. مزبوط. All of them speaks. تمام. Each of them speaks. تمام. قلنا برضه الحصة اللي فاتت ما ينفعش استعمل of بعد كلمة every. لكن في exception ممكن استعمل of بعد every في حالات معينة. يعني أنا أقول every لو جالي بعدي on يبقى everyone off. Everyone مثلا of the students. كل واحد من الطلاب. ممكن أقول every every part of the country. كل جزء من البلد. Every piece of cake. Every member. كل عضو. Of the team. يعني انا ممنوع استعمل of بعد every اللي في الحاجات دي بس. Everyone. Every part. Of. Every piece of. Every part. Everyone of the student. كل واحد من الطلبة. Every part of the country, كل جزء من البلد. Every piece of cake, كل قطعة من الكيك. Every member of the team, كل عضو من عضو الفريق. Off بعد الحاجات دي. تمام. لكن ما اقدرش استعمل every of them, every of us, every of these students. That's wrong. يعني مثال برضه هنا. دي نسميها special difficulty every. Every one of the student has have attended the exam. Choose. كل واحد من الطلبة attended the exam. لوحده يبقى مفرد. يبقى زي اتش كده. مظبوط. يبقى has ولا have؟ مش لوحده يبقى have. يبقى has. عشان مفرد. تمام. Every one of the students has attended the exam. ده كل ما يتعلق بإيفري. وهنا بقت تساوي اتش في الجملة دي صح؟ تمام. صح كده؟ اتش of them. تمام. Has attended the exam. اوكي؟ تخش بقى حاجة تانية؟ بوث. تمام. حاجة أصعب. ده كانت تكملة المرة اللي فاتت. أنت لها يا مستر. ربنا يخليك. مستر احمد مش مذاكر النهارده. طب قبل ما نقل برضه على بوث دي الجمله كده ادينا سؤال. ادينا سؤال عشان نشوف احنا فاكرين ولا لا. اوف صح يا مستر اكيد ولا بوث اوف ولا اول اوف ذا ثري رودز leads to the station. يلا مستر احمد.
شوشون ذاكر وشو ذاكر اتش اوف ولا بوس اوف ولا اول اوف كلهم بياخدوا اوف عادي كل الطرق الثلاث طرق بيأدوا الى الايه هل ينفع بوث لا لا عشان بوث دي الاثنين بس الاثنين لكن ده ثلاثه يبقى الحصر الاجابه في اتش اوف ولا او اول اوف هو انا عندي هنا يعتبر في بعدها ذا ثري رودز ليدز مفرد تمام الفعل ايه مفرد يبقى ما تنفعش اول اوف مستر احمد اكسلنت يا جماعه مذاكر ايوه H of the three roads leads تخيل يا مستر لو احنا شلنا الاس دي هنا هنبقى اول اوف على طول مظبوط يبقى لازم الطالب يبقى مركز قوي ويبقى اتنتف قوي تمام فاهم يا جماعه خش بقى بوث كده اللي احلاهم دي جميله بوث وفي بوث اوف في بوث اند بوث انا حافظه بوث اوف زين وخلاص هي محفوظة كده بوث اوف وفي بوث اند بتشير الى اثنين تمام يا تو بيرسونز يا تو سينجز يا تو جروبس مجموعتين شيئين شخصين مش اكتر تمام الفعل بتاعها بلور على طول كويس سواء بوث بوث اوف بوث اند حتى لو بوث اوف زم اصلا في الانجلش مثنى بيقوم عامل الجمع تمام يعني الفيرب بتاعها بلور تمام ممكن تربط بين تو سبجكت ممكن تو اوبجكت ممكن تو فيربس بين فاعلين بين مفعولين بين فاعلين تمام كله شغاله غصب عنها هستعمل اوف بعد بص زي ما خدنا بعد قول لو في ذم لو في قص لو في ولا هتذاكر ايوه ما اقدرش احذف الاوف انا يعني انا اي كان سي بوث ماي بيرنتس is our teachers both my parents is well our teachers is حتى فعلا مش هي parents الولد على طول الفعل بتاعها جمع جمع يبقى father and my mother كلا هما الاثنين سوري تمام لكن each of my parents is a teacher each of my parents each of my parents is تمام راح تشكل لكن انا both my parents جمعتهم مع بعض يبقى جمع كلا هما الاثنين جمع تمام Both my parents are تدعيت عليا على فكرة are teachers Both ولا both of them are teacher Both ولا both of them are teachers Both of them طالما في them أو في us أو في object pronoun أنا لازم نستعمل preposition of ما ينفعش حتى both them But I can say them both. زي ما قلنا them all. و us all لو حد فاكر الكلام ده. يعني أنا I can say I respect. طبعا الإجابة not both of them. I respect both of them. أنا بحترم كليهما. و I can say I respect them both. وشيل off. يعني ممكن I respect both of them both of them و I respect them both زي ما قلنا all of them و them all all of us و us all هو كلهم شكل بعض ماشي أنا I respect both of them و I respect them both I can also say she both both either neither a tablet and a smartphone choose the correct answer she bought both ولا either ولا neither a tablet and a smartphone both and اما هي both and neither nor تمام وإيذر أور هلاقي ممكن استعمل في نفس الجمله دي استعمل ايذر واستعمل نيذر واستعمل بوث بس الفيصل اللي هو الاند اند بتيجي مع بوث هناخد بعد شويه ايذر ونيذر لسه هناخده دلوقتي يعني الفيصل هنا كلمه اند هي اشترت كل من الحاجتين يبقى ده تو اوبجكت لا رابط بين تو اوبجكت مظبوط تو اوبجكت هنا التابلت والسمارت فون يعني معناها شي بوث بوث اوف ذم ماشي يبقى شي بوث بوث
لكن I can't say she bought neither a tablet nor a smartphone. She bought either كذا or كذا. Either or. Either or. Neither, neither nor. Nor. Both and. تمام. انت جاوبتها على اساس ان احنا لسه ما خدناش ايزر ونايزر. تمام. بس ما جاوبتهاش عشان فكره اند. طلب برضه عن فكره. لكن اند اوكي هي دي. هي بوث اند وايزر اور ونايزر نور. ماشي هناخدهم بعد شويه. ليه؟ عشان نشوف انت شاطر ولا لا. اتكلم. يركز. يا مستر. بص يا مستر في حاجه اسمها بوث اوف ويتش. بسال سؤال. وحاجه اسمها بوث اوف ويتش. الحاجات دي بقى ادفانسد شويه. ممكن استعمل بوث اوف هوم للعقل. للعقل. بوث اوف ويتش لغير العقل. لغير العقل. تمام. تمام ماشي. هاو بقى انا اي كان تيل يو. اتفضل. اي هاف two daughters. عندي بنتين. Both of them both of which both of whom live in London. اسمح لي بس كم جملة حلو مع بعض كده يعني نفكر في الجملة دي مع بعض. I have two daughters. Both of them. Both of which. Both of whom live in London. Number three. He wrote two novels. Last year. Both of them, both of which both of whom were made into a film. Number four. He wrote صعبة. two novels last year. Both of them. حاولت هذا شيء كده تعرف لسه مش شرحوش. Both of which. Both of whom were made into a film. ركز بقى كده. هي الحاجة اللي أنا لاحظتها. اللي أنا ملاحظة الكوما والفلوستوب. هم دول اللي لاحظتهم. عمل خطير. أيوة هم دول اللي. الفلوستوب والكوما دي يا خبر بتلعب فايتال رول. أنا طلعت بفهم أهو. دي إكسلنت يا مس فاتن. I have two daughters عندي بنتين. أيوة. كوما. Both of them ولا both of which ولا both of whom. live in London. انا بص التو دوترز اعتقد ده عاقل مظبوط هستبعد بوس اوف ويتش تمام هتفكر في بوس اوف ذم ولا بوس اوف هوم بوس اوف هوم عشان هنا تعتبر الهوم دي ريليتيف برونوم ضمير وصل بيستعمل از ا كونجكشن كرابط يعني جملتين ببعض مستحيل احط فلوستوب تمام بوس اوف هوم but when I say I have two daughters فلوستوب كده هنبدا جمله جديده جمله جديده مفيش ربط يبقى بوصف زم تمام
شفت بقى الفلو ستوب والكوما تمام تلعب دور خطير لازم تطلب بقى عامل كونسنتريشن جامد قوي ويبقى اتنتف قوي مع حضرتك بس ربنا يكرمك ماشي يبقى اي هاف تو دوترز بوس اوف ذم فلو ستوب لا يمكن استعمل فلو ستوب استعمل بوس اوف هوم بوس اوف هوم هو دي يعتبر ريليتيف برون ضمير وصل كونجكشن لينك رابط جروب جملتين ممنوع يبقى فيه فلو ستوب مظبوط قيس بقى الكلام ده على الجمل اللي بعديها يرد تو نوفل كتب روايتين لاست يير دول روايتين طبعا اوبجكت بس غير عاقل بوس اوف ذم بوس اوف ويتش بوس اوف هوم وربيت انتو افلم بوس اوف ويتش انا عايز هديه ماليش دعوه تمام ولا بستعمل فلو ستوب يا مستر هي روت تو نوفلز لاست يير بوس اوف ذم بوس اوف ويتش بوس اوف هوم وربيت انتو افلم بوس اوف ذم لازم تستعمل عقل او غير عقل تمام طيب بص المثال ده انا هربط بين بوث وهربط بين اتش تاني عشان برضه طلع ما اتلخبطش يعني بقول هنا مستر ديورينج ذا كورنيشن اثناء الكورنيشن ديورينج ده مثال من القصه تمام ذا كورنيشن بيبول وير ستاندينج اون both each side during the coronation people were standing on both each sides بنعمل الكومباريتور هنا بين each تاني وبوث here the first one during the coronation our people were standing on both each side during the coronation people were standing on both each sides the first one side هنا مفرد تمام يبقى المفروض ناخد each each side تمام يبقى each side كل جانب على حده مظبوط واي طريق له two sides فاهمين يا جماعه لكن during the creation people were standing on both each sides هنا جمع كلا الجانبين كلا الجانبين يبقى each side كل واحدة يبقى شوف حرف الاس الجمع sides واللي في اخر الجمله خالص يعني الواحد ممكن يتجاهلها ويقول طالب لا لا بقول طالب الجمله الاخر الانجليش اصلا بيخدع والدرس بالذات خادع جدا جدا زي الجمله الاخر واتعامل واتعلم طريقه الريموفال يعني انا ما انا اعمل ريموفال في الجمله الاولانيه لبوث عشان بوث يجر جمع اتفضل عند each حتى لو جالي اختيارات ثانيه بقى تمام. يبقى انا on each side but I can say during the creation طبعا people were standing on both sides both sides تمام. يعني each side both sides okay تمام. اسمح لي اهنيك يا مستر بجد على المستوى الشخصي ان انا افهم الدرس ده بجد ربنا يخليك ايه رايكم نخش في نيزر تمام تعال بقى نيزر هي اسمها نيزر ولا نايزر بوث اوف ذم ار كوريكت نيزر امريكان ونايزر يعني صح بتاع صح بس انا بحب نيزر نيزر اشيك كده ماشي خلاص نيجي مع الشيك نيزر وفي نيزر اوف في نيزر دور زي ما قلنا في بوث في بوث اوف وبوث ان نفس الكلام نمسك واحده واحده بقى الاول انا همسك نيزر دي الاول بيجي بعدها بلورال ناون ولا سنجولار ناون اسم مفرد ولا اسم جمع لا ما اعرفش انا بسالكم انا ما اعرفش لسه ما شرحلناش حاجه شفت يعني انا شفتي هل يفتى ومالك في المدينه اللي اصينيزر لا هذا ولا ذاك عايز توقعنا في الغلط لا مفرد ماشي بيجي بعدها سيكو دارون اسمه مفرد طب والفرب اكيد بقى مفرد برضه مظبوط يعني خليها في نيزر الاول
neither answer. يعني neither وneither nor لا هذا ولا ذاك. neither answer ولا neither answers is or correct. ناخد answer. neither answer. إجابة ولا إجابة يعني. ولا إجابة من الاثنين. تمام. is or are. من الاثنين مفرد مفرد يبقى neither answer is correct ولا إجابة من الاثنين دول ولا واحدة منهم صحيح صح تمام. neither answer is correct neither student ولا students has have attended the exam نفس الموضوع بس انا بس عشان الطلبه ايه ستودنت وهاز نيذر ستودنت ولا ستودنت 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 وهاز هل اتند اعتقد ذات انه فيها حلو مظبوط انا اجباري بستعمل اوف برضه نيذر برضه نفس الموضوع زم 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 اس اس واسو يو او لو اسم جامعه هنا بقى نيذر اوف هجيب بعديها بلورال فدي بقول زم يو اس جمعتهم مع بعض جمعتهم ماشي ازاي بقى انا اقول لك انا neither of these students is or stupid. جبت بعد نيزر اوف طبعا جمعه بس الفعل على فكره ممكن يبقى مفرد او جمع لكن يفضل استعمال مفرد انا بستعمل جمع في اللغه الانفورمال الانفورمال اللي هي الغير رسميه بس لكن هو يفضل استعمال مفرد ليه بقى انا مول نيزر اوف ذي ستودنتس معناها ولا واحد من الطلبه دي ولا واحد على حده المفروض تبقى الاجابه از افضل من ار فاهمني فهو حتى لو جابها في المالتيبل تشويس في الاختيار المتعدد مش بيجيب الاثنين يجيب واحده بس ويغلط الباقي لكن انا neither of these students في رايي طبعا is افضل لكن ار مش غلط بس هو مش هيجيب في الامتحان الاثنين في حاله انه مديني في الاختيار الجامعه اخده تمام جامع بس اه جامع بس اخده مفرد بس أخده. مفرد بس اخده لكن هو اصلا ككومون يعني مفرد مظبوط neither of these students ولا حب الطلب دول is is stupid معناها ولا واحد من الطلبه بيكون غبي يعني كلهم انتليجنت كلهم اذكياء ماشي تمام neither of them neither ولا neither of them is clever neither of neither of them عشان زم قص وكلام ده لازم اخد سام اوف neither of them تمام طيب we have 10 minutes انا بقول كده مثلا 2 men يعني عايز مثال مهم اصلا عايز لو كده تسع سبوره احنا عايزين المثال ده في 5 دقايق اوكي we have 5 minutes طيب 2 minutes 2 men five wanted to marry her والله عليها ايه الجمال ده اه طبعا الجمال ده wanted to marry her but she accepted either both neither of their offers. Two men wanted to marry ده نوع بقى بتاع امتحان باستمرار. Two men wanted to marry her. ماشي. اثنين رجال عايزين يتجوزوها. But. But. دي بقى وقفت الدنيا كلها. معتمد على السنس بتاع الترجمة بتاعت. على طول يجي بعدها التناقض. But هي قبلت both of them both of their offers ده هتبقى حرام ماشي. ما ينفعش. ما ينفعش. شرعا لا يجوز. يا ترى either يا ترى neither. طبعا neither. neither. بس neither of them ما قبلتش لا هذا ولا ذاك ولا ذاك بعد شويه انا ممكن اخليك الاجابه تبقى ايزر ناخدها ايزر لو بس انا بقول didn't accept من غير بط
لا ببط بط اكسبت اه هنفي انا اقصد ان انا هنفي لان اصلا ايذر بالنيجاتيف ايكوال نيذر بس مش عايز تتوه طلب ده تمام خلينا في نفس خلينا هجيبه بعد شويه تمام بس خلينا هنا تو مان وانت تو مان هير بط انا ممكن استعمل بط تناقض واستعمل البوث ازاي بط وقبلتهم الاثنين تمام يعني في كونتراست 5 مينتس ده اوكي فرش بنت سويش اوكي يلا عشان بس انا خايف لا يخلص مني لا 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 ماشي لا خش في ال في مثال تاني ولا ايزر وهاف ماشي لا ما اعتقدش انه هيلحق في الخمس دقايق بجد والله لا مش هنلحق تقعدين الفاصل يعني لا احنا اتفضل ارتاح يا نهار ابيض خلصنا احنا تعبناك خالص اه ايه ده لسه في احنا تعبناك لسه نيزر ما خلصتش اه شفت ما انا بقول لك ادي مثال بص يا مستر بقى انت مختار درس صعب قوي 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 وكبير قوي قوي واحنا عايزين نشوفك كتير هنشوفك كتير مش ممكن خمس دقايق دول كمان عايز تكمل مثال كمان لنايزر اتفضل اه اتفضل ده لسه نيزر نور اه اتفضل طب ناخد مثال على نيزر نور خلاص اوكي اوكي نيزر نور الفعل بتاع الجمله بيتفق مع اللي بعده نور تمام يعني مقدرش اقول مفرد ولا جمع حسب اللي بعده نور يعني مثلا نيزر ذا تيتشر نور ذا ستودنتس از اور ابسنت نيذر ذا تيتشر نور ذا ستودنت لا المدرس ولا الطلاب الطلاب انا هعتمد على اللي بعده نور على اللي بعده نور فجمع يبقى اخد اور ولو قلبنا الجمله جبنا تيتشر يبقى هاخد اس مش ممكن نشرح اتفضل ايذر اتفضل نضمها بقى معاك اتفضل طيب ماشي بسرعه كده في ايذر وفي ايذر اوف برضه ايذر اوف زم او الكلام ده وفي ايذر اور معناها اما او اما او لو حد فاكر المثال ده اللي هو تو مان وانتد تو ماري هير بات شي ديدنت اكسبت هنا اللي يفرق عنه ديدنت ايذر نيذر اوف ذير اوفرز عشان عندي الجمله هنا منفيه منفيه يبقى انا يبقى انا استعمل ايذر يبقى النيجاتيف بلس ايذر ايكوال نيذر مظبوط نفي اثبات يعني انا باتش دي انت اكسبت لم تقبل اي منهما باتش اكسبتد نيذر اوف ذم ايذر ريتاج اندرين اور نورين Her two sisters is are going to clean the room. زي ما اتفقنا على إذا على نيزر نور حسب اللي بعد نور نفس الموضوع برضو حسب اللي بعد على اللي بعد أور إذا ريتاج إما ريتاج أو her two sisters إخواتها الاثنين is ولا are going to clean the room. إخواتها الاثنين يبقى أور جامع يبقى أور بنشكرك جدا وتعبناك قوي جدا خالص وكان نفسنا نكمل وهنكمل هنكمل حضرتك الحصه ممتعه وجميله وعايزينك تاني ده هي لسه لها كتير لها هاف ولسه في ايزر وليها لهم حاجات اوعد الطلبه بتوعك انك تيجي تشرح لهم ان شاء الله بعتهم طبعا ان هنكملوا معاهم ان شاء الله ونجيب مور اكسرسايز عليها تمام هو درس يستحق ان شاء الله انا مش بطل فيه والله بس هو ما ينفعش فيه غير كده لا حضرتك جميل والشرح اجمل واستمتعنا بيكم جدا اتفضل يا مستر وطبعا يعتبر من الحلقات الجميلة جدا ويعتبر احنا فهمنا اكتر كمان من الحلقة الاولانية ممكن الحلقة الاولى مستر نبيل عشان متعود ان هو عنده طلبة لغات فكان بيتعامل بمستوى عالي شوية لذلك انا ودكتور فادي كنا بنتعمد ان احنا نخطئ في بعض الجمل عشان ينزل للمستوى بتاع الطالب الشعبي ايوه خاصة عشان يسخط فيا وبصيني وخوفني اعتقد ان الجمل النهاردة موضوع سيمبل خالص والدرس بقى
بقى اكتر ارتياحيه. جميل، شرفتنا مستر نبيل، ونشوف حضرتك في حلقه قادمه ان شاء الله. لينا لقاء اخر ان شاء الله وادوات الرب. شرفت بيكم. هتكون بدك ايه؟ اتفضل. يعني ان شاء الله ممكن نعمل له حلقه كده، مش حلقه يعني، ممكن يبقى حاجه جديده مع تكمله بسيطه كده مع مور اكسرسايز عليه. تمام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. أعزائي الطلبة والطالبات، استنونا في الحلقة الجاية بعد 10 دقايق، منتظرينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.